وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم. تنيت الإنسان يعطس الصلاة يسرين الحمد لله. نعم يسرين الحمد لله، يعني ثبت أن بعض الصحابة عطسوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم ينكر عليهم. جائز الإنسان إن الحمد لله وحده تولي الله ختما سرد سنة يرحمك الله. أما بالنسبة لكيفية الصلاة على رسول الله وهي الصلاة الإبراهيمية، قيس بزاف الصياغ لعلى وشي 7 صياغ، قيس لها 7 الأنواع. يتناك كي سنتين الانسان يفولكي غير غوي سكتل في قد دوري تسيغ الكلمات من الروايه دي سنت غير الروايه نظن هي غويات هي النوع اساسي يعني يتصلى في الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز كي ستنوع. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ختات جايات الصيام يزيد سنت هاي ازغا خطا. اما الكيفيه الاستغفار بزاف قيس كي حتى انت تقيس شي 7 الانواع. يجوز اني تستغفر الله استغفر الله استغفر الله وحدت، يجوز اني تستغفر الله واتوب اليه 100 مره ولا 70 مره. الرسول صلى الله عليه وسلم يتيني انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله، انك لبعض الاحيان يغان على قلبي انك استغفر ربي اما 100 مره اما 70 مره. حسبنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم العد يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يستغفر 100 أحيانا يستغفر 70 مرة في اليوم الواحد. إذا كنت لسان أستغفر الله، وهذا أدنى مراتب الاستغفار، أستغفر الله وأنت أستغفر الله على ست البلاص الغين أرجي ست قال خايتين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يشورس الإنسان. نغنى أستغفر الله وأتوب إليه أفضل، أستغفر الله وأتوب إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه كما قال الله عز وجل. ولكن أفضل هذا كله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بي أعوذ بي أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنك الرسول صلى الله عليه وسلم غدا سيد الاستغفار. حتى الإنسان يغلغ المجلس سواء لم الدنيا تشان سواء كان يجي تختم رد فرق رأينا جيتسن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهو أفضل. إذا مش كذا